صعيدي اساسا من محافظه جنا، مركز نجاح حمادي، قريه باجوره، ومولود اساسا في قريه كوم البيجا. اتنقلت على باجوره وانا عمري 6 سنين. جيت السويد من هنا سنه 2011 بالظبط. كانت بدايه صعبه زي كل واحد بيبدا، يعني بدايته ما كانش في لغه، ما كانش في فلوس، ما تعرفش حد خالص في بلد غريبه. فكانت اوروبا يعني ليها بدايه غير يعني الواحد لما كان يسافر اي بلد عربيه وكده، فاوروبا غير. الصعوبات اللي مريت بيها كانت اللغه، وانا كنت بتمرن وانا في مصر، كنت عدي في جيم كده كان تحصل من جوا ان انا ما كانش معايا فلوس ادخل الجيم ولا ورق يعني. البداية كانت ان انا مفيش فلوس خلصت اجيب بيها من مصر، فما كانش قدامي غير اي حاجة. انا شفت في فكرة جت في دماغي، شفت واحد سويدي بيعملها زمان، واحد سويدي من بلد يعني، كان بيلف على الزبالة بيلم العلب دي، ودي بيروح يبيعها في السوبر ماركت يعني، وبيجيب بيها اكل وكده. فانا قلت طب لما هو السويدي ابن البلد بيعمل كده، وما انا ما اعملش ليه كده. فروحت قعدت الم في العلب دي، وفعلا كنت اجيب منها فلوس مصاريفي وكده، بدل ما اقول لحد هات يعني. انا يعني حبيت دي بدل ما اقول لحد، وده مش عيب هنا، هي اوروبا كلها كده، اللي عايش في اوروبا عارف ده ايه يعني. وبعد كده ربنا كرمني صاحب شغلانه بالواسطه، واحد صاحبي جاب لي كافتيريا انه نضيف يعني، واحد معرفه كده يعرفني، قال انت بتدور على شغل كده؟ قلت له اه، قال لي في كافتيريا. فالكافتيريا دخلتها بالواسطه عشان انضف حمامات، وفعلا اشتغلت كل حاجة لحد الراجل ما طردني. بقيت اعمل فلوس واحطها في الجيم، سواء اكل سواء جيم سواء هدوم سواء مكملات سواء اي حاجات تانية تخص باللعبة كنت احطها في اللعبة. انا بحب اقارن نفسي بالاكبر مني، احب احط نفسي في صعوبات كده دايما من زمان كده. فرحت على ام بي سي سويدن من سنه ونص، كانت لي اول بطوله عندهم في المستوى بتاعي، اخذت المركز الرابع. فروحت كده قلت المركز الرابع مش، ما كنت زعلان ولا حاجه، قلت انا في احسن من كده. فاخذنا سنه ونص نشتغل على نفسنا انا والكابتن احمد شمس بتاعي، وربنا كرمني دخلت البطوله دي يوم السبت اللي فات الاحد، نفس البطوله اللي اخذت فيها الخامس اللي هي الام بي سي سويدن. دخلت البودي بيلدينج فئه ال 102 كيلو، وربنا كرمني واخدت الميداليه دي اللي هو المركز الاول في الوزن بتاعي، وربنا كرمنا واخدنا دي اللي هو احسن لاعب عام 2024 على دوله الاسكندنافيا كلها.